عبد الرحمن عز القيادي الإخواني بعد ساعات من توقيفه في مطار برلين. عبد الرحمن عز الهارب والقيادي بجماعة الإخوان الإرهابية الهارب إلى قطر، حصل مذكرة توقيف أرسلتها الداخلية المصرية إلى الانتربول الدولي، وهو متهم في عدة قضايا على رأسها قضية أحداث الاتحادية وقضية أحداث مسجد الفتح. لمعرفة مزيد من التفاصيل معايا الأستاذ إبراهيم قاسم المحرر القضائي باليوم السابع. أستاذ إبراهيم، إيه الجديد عندك في هذا الموضوع؟ هو طبعا كما قلت حضرتك أنه تم الإفراج عن عبد الرحمن عز بعد حضور محامي وهيئة الدفاع عنه، وقدموا يعني أنه يدرس في جامعة إنجليزية، وأنه يعني إذا ما تم تسليمه لمصر فإنه سيكون هناك يعني معاقبة له، فتم إخلاء سبيله على ذمة يعني التحقيقات التي أجراها المدعي العام الألماني. وحاليا يعني كانت مصر أرسلت الملف الكامل بالجرائم التي ارتكبها على مدار الفترة الماضية قبل هروبه إلى قطر، منها زي ما قلت حضرتك أحداث قصر الاتحادية واقتحام قسم شرطة الأزبكية، بالإضافة إلى حرق حزب الوفد، وأيضا التحريض على قوات الشرطة والجيش من خلال اعتصام رابعة الذي كان دائما هو على المنصة التي تدعو إلى التحريض بالعنف. يعني السفارة المصرية في ألمانيا تواصلت مع جهات التحقيق وطلبت يعني باستمرار احتجازه، ويعني بناء على المذكرة التي أرسلتها الانتربول المصري هنا إلى الانتربول الدولي، وبناء عليه هذه المذكرة طبعا كان تم إيقافه في صباح اليوم، ولكن كما قلت بأنه بعد حضور هيئة الدفاع عنه تم الإخلاء سبيله والإفراج عنه. شكرا أستاذ إبراهيم قاسم المحرر القضائي باليوم السابع.